مرحبا بكم حميدو مونيا لازالي نشكركم بزاف اللي انضميتوا لهذه الحمله التحسيسيه اليوم معنا ولينا الشرف يعني باش نستضيفكم ونستضيفوا فنانين جزائريين اللي هما مهتمين بقضايا الكورونا سواء في بلادنا في الجزائر او في القاره في العالم اكيد انتم مهتمين وعلى بالي بانكم متابعين تطور هذه الجائحة تاع الكورونا 19 كورونا فيروس كوفيد 19 اليوم راح نقدموكم لتتبعي هذا البرنامج هذا تاع INFORAFRICA اللي هي مبادرة تحسيسية برعاية المنظمة العالمية للصحة وأيضا منظمة الوحدة الإفريقية فهي هذه الحملة التحسيسية هذه عندها بعد كبير وعندها مكانة هامة اليوم باش نسمعوا أصوات إفريقية باش القارة الإفريقية توصل صوتها للعالم باش يتلفت ليها وباش يقدم لها المساعدة اللازمة اليوم وهي راهي تعاني من هذا الوباء. فقبل ما نطوروا في البرنامج حابة نقدمكم نعطي الكلمة لحميدو بما أنه معنا اليوم وحصلنا الشرف باش يكون معنا حميدو الخير. شكراً هذا يعني كان الشرف لي كذلك على كل حال نقدم نفسي للناس اللي راهم يشوفونا وما يعرفونيش بطبيعة الحال أنا فنان جزائري مطرب في الموسيقى والطرب وما بين التقليدي وما بين الأغنية التقليدية والأغنية الحديثة قمت بعدة أعمال فنية عندي حوالي 35 سنة مشوار فني منذ 1985 وكنت أول مغني راب وبعدها يعني رجعت نوعا ما للموسيقى التقليدية المعروفة بالأندلسية والحوسية وقمت بإنجازات عديدة يعني وألبومات استنتاج مرورا بالأغنية الأمازيغية اللي نقولوا لحنا يا الأغنية القبائلية وراني يعني نواصل في المشوار الفني تاعي كفنان في كفنان جزائري في الأغنية صفحة. يعطيك صحة حميدو يعطيك صحة كراك معنا اليوم نعطي الكلمة لمونيا لازالي هي فنانة من نوع آخر مونيا بخير حميدو الخير شكرا للدعوة وش لك حميدو صافا لا بس انا نقدم روحي يعني رابيدمون انا فنانه تشكيليه ومصممه يسعدني كفنانه ومحبه للقاره الافريقيه وحب جنون يعني انا اتكلم في هذه المناقشات لمحاربه الكوفيد 19 انا انضممت لهذا المشروع لاقول اولا اننا نحن كافارقه حاضرون وواعيون بخطورة الوضع وكفنانة اشتغلت كثيرا على القضية الإفريقية على قضية المهاجرين كل ما يدور حوالي إفريقيا يخصني يعني شخصيا ها هو الدليل مونيا كمامات هذه موديل واحد من كمامات مونيا مونيا يعني هي هذا إبداع فني يعني فني معاصر يا سلام مونيا هي يعني أنا كما قلت كي كنا نحضروا في البرنامج من قبل يظهر لي بأن الكمامة راح تكون الأكسسوار المثالي في هذا العام وفي هذا الصيف ويفا فالوار أسورتير لو ماسك أو ساك بريسك فعلى بالي بالمبدعين ديجا في ديجا في
سي ديجا في هاد الكمامات هادو يعني اكيد الشيء الايجابي اللي كان عندك مونيا انك يعني في اوائل الحجر الصحي في الجزائر يعني شفناك وحنا كنا نتبعوا فيك في مواقعك التواصل الاجتماعي يعني دهشتينا يعني في الدقيقه في الايام الاولى بهذه الكمامات اللي كنت تخيطي فيهم وتقدمي فيهم يوميا. حابه تقولي لنا كيفاش كان الاحساس تاعك اولا لما تلاقيتي بصدمه هذا الوباء وهذه الجائحه في الجزائر، الحجر الصحي، الفكره اللي جات تاع خياطه هذه يعني تصميم هذه الكمامات وحتى خياطتهم بيديك، يعني احنا شفناك بيديك تخيطي هذه الكمامات. ما كانش عندي خيار اخر، ما كانش عندي لو شوا. حبيت اولا نتكلم على الناحيه الشخصيه. انا ما كانش عندي صدمه كبيره لانه انت شخصيا تعرفي انني في 2003 كنت ادرس في الصين، فوصلت للصين في الوقت اللي كان غير كما خلاص وباء. قطعتي الميكروفون تاعك. اتونسيون بروبليم دو سمعوا ما نسمعك. ايوا خلاص ما مقطعتوش ماما. لا سي كوبي عندي. يعني كنت متعوده في الصين لهذه الاجراءات الوقائيه، لكن على الرغم من هذا انا ما خفت، ولكن خفت من ثقافتي. احنا عندنا ثقافه حميمه، نحبوا نتعانقوا، نحبوا نسلموا. يعني نظن ان هذا الفيروس قاس الناس على حسب ثقافتهم بطبيعه، ماشي كيف في كل بلد. مثلا في الصين ما نقدروش نتسلموا، يعني حاجه عيب. كنت اخشى ان الناس لن تحترم البعد الاجتماعي. وكنا في بداية شهر مارس ما كناش نعرفوا هذا الوباء إلى لو رايح حيقيس بزاف القارة تاعنا، فكانت عندنا رؤية شكل ما ضبابية يعني على الحالة اللي كنا نعيش فيها. وبطريقة جد سريعة لقينا روحنا في حجر صحي، لا يمكن تخرجي وتشري قماش ولا تشري خيط ولا تشري لاستيك ولا. فأنا كان عندي الزهر لانه عندي كوليكسيون تاعي تاع الاقمشه الافريقيه الواكس اللي عندي من 2006 وجميله بزاف. وانا بكوني ديزاينر كان عندي كل شيء في الدار، اوكي، لي تيسو، القماش، اللاستيك، وصا. يعني كانت نوعا ما حاله طوارئ، ماشي كانت حالة طوارئ. وشخصيا يعني في الاستيتيك انا تاعي ما كنتش حابه نلبس كمامه فيري نايس اميزين خبو. كما قلت لك مايا، انا حكيت لك ما كنتش حابه نلبس كمامه زرقاء طبيه، اللي كنت حابه ندير حاجه ملونه اللي تعطي الامل للناس، يعطيهم شويه فرحه في هذا وقت الخوف. فبديت نخيطهم يعني بدون ان افكر. يعني في أنا عارفة عندي 51 قطعة قماش جميلة ملونة. أوكي let's go let's do it. أنا كل شيء في إلهامي إفريقي، يعني من في الفنون التشكيلية أنا الأولى اللي خدمت على المهاجرين الإفريقيين، ما خدمتش على الحراقة الجزائرية لكن على المهاجرين الإفريقيين. يعني القضية الإفريقية أنا حملتها في عملي منذ على الأقل 10 سنوات. فأردت أجلب، قلت لك، هذاك الفرح بالألوان، وقدمت مئات الكمامات لأصدقائي، للجمعيات، ولبعض الأطباء، حتى أنني أرسلت لإفريقيا يعني المالي لصديقاتي لباتخون تاع الكمامات. وبالطبع أنا قمت على أساس مؤشرات منظمة الصحة العالمية، يعني ما عملتش الحاجة، خدمت بالقفازات، حقيت الأقمشة، صدر لك مقال من دمان. يعني أنا خيطت لأنني نعرف نخيط، ولكن أنا عملي هو عمل تصميم، عمل تاع الديزاين، ماشي حاجة أخرى. ولكن كانت ردة الفعل تاع الناس جميلة، يعني الناس عجبوهم، شيء جميل.
ويعطي ربما الأمل، لأنه الألوان هي الأمل، هي ال صح. ولا ده كان فعل الفنان، يعني الفنان أكيد مونيا ما يقدرش، لازم يكون عنده رد فعل يظهر. الفنان هو إنسان اللي لازم عنده الإكسبريسيون كما يقولوا، لازم يعبر عن شعوره، لازم يوصل رسالة. بالك إنسان آخر ما عندوش وسيلة باش يوصلها، فأنت يعني الغريب أنه ما رحتيش ما حكمتيش لوحة ورسمتي، حكمتي قماش وخيطتي كمامات، يعني سايتي لاكسيون أوتيل، يعني ça c'est très féminin. شفتي فريمون الوجهه يعني اللي راح تفيد الافاده، كيفاش الفن تاعي راح يفيد، راح يفيد بالكمامات على خاطر ما كانش الكمامات كثير في الصيدليات، كاين نقص في الكمامات، فانا فنانه وعندي الهام وعندي قماش وعندي ماشينه تاع الخياطه فنخيط الكمامات. برافو منى، يعطيك الصحة. تقعدي معنا، نعطي الكلمة لحميدو اللي راه معنا، المغني حميدو. هو شفناه في واحد الكليب طيب، ولكن ما شفناش يخيط. حميدو. نعم. من راك حميدو؟ أنا نعرف نخيط على كل حال. نعرف نخيط، ولكن بون الخياطة على كل حال هي يعني هي عادة وهي صناعة نسوية على كل حال، فيه بعض الخياطين اللي كرياتور ايتترا مبدعين ومصنفين في الخياطة، ولكن انا على كل حال نشجع مونيا لازالي في هذا العمل اللي قامت به. يعطيك الصحة على كل حال. انا شفت يعني الموديل اللي راهي لبستهم مايا في درك اون لايف، ويعني يعطيك الصحة، يعني يبانوا صغار ولكن هما يغطيوا كامل الوجه. يغطيهم باسكو لازم ينحل هذه الكمامة، هذه تنحل. أنا أكورديون. أنا أكورديون. فوالا، أنا أكورديون. دوبلي. إي فوالا، يسمو أجوستابل، سادير أنت كي تلبسهم ومن بعد تقمهم وت. عندو خير من، أنا جاب لي ربي خير من الكمامات الطبية. وين شعار. بالك ما عندهمش، ما يفيدوش 100% كما الكمامات الشيروجيكال، ولكن الواحد كيكون برا كيروح يقضي، كيكون في السوق، كيكون يعني يقضي صوالحو، ولا ممكن يلبسهم يعاود يغسلهم يعني. لا تري بكري في الجزائر العاصمه كانوا كل النساء تاعنا يديروا كمامات، كانوا يلبسوا الحايط ويزيدوا عجار. راك تهضر على حاجه نوري الحاجة. هاو الموديل. هاو العجر. هذا هو العجر نتاع العاصمة. هذا هو الموديل الاخر تاعي. الانسبيراسيون تاعو هو العجر الجزائري تاعنا. فوالا. ما يروحش مخيط مي. برافو. شفتي هاي هاو الابداع الحقيقي يعني. يعني. ديريكتومون في لاتيلي. مزج يبارك. مزج التقليدية مع العصرية. برافو. انا حبيت نقول برك حاجه، الكمامات شكرا حميدو، الكمامات طبيه في هذاك الوقت من الخوف من لو مانك تاع الكمامات، احنا واش فكرنا حنايا في الجي، فكرنا نخلو الكمامات هذوك اف بي بي تو للاطباء اللي هما اللي كانوا يسحقوهم اكثر منا، احنا نقدروا نخرجوا غير بهذه الكمامه، لانه ما راناش اكسبوزي للمرض ولا المريض، ما راناش في المستشفى في لي زورجونس مع واحد مريض اللي يقدر يعدينا ديريكتومون. لو كان نحترموا البعد الاجتماعي ونلبسوا الكمامه، يعني انا اظن انه الان يعني هذا شيء كافي، ولكن ومن بعد يكون خيار شخصي، ما نقدرش انا نفرض للناس، وما رانيش طبيبه باش نقول للناس اما هي الحاجه اللي احسن ولا، انا نحكي على لورجونس، الحاجه اللي تخدمت في لورجونس. وكما قلتي مايا، أنا عادة أرسم بتعبير عن ردة فعلي في أزمة، ولكن في هذه الحالة تاع الطوارئ ما كانش وقت للرسم أو لي. أنا جو فولي أتر إفيكاس، كنت أريد أن أفيد الناس وأن أساهم يعني في الوقاية
في هذاك الوقت اللي كان الخوف كلا الجزائريين وانا نتفكر يعني كيسك رانا في إن فور أفريكا، أنا نتفكر هذاك الوقت كنت على اتصال مع أصدقائي من مالي، ما كانش عندهم حتى أنكا في المالي هذاك الوقت، يعني الفيروس تسبب بطريقة جد و سريعة 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 فوالا. أكيد حتى اليوم يعني الأرقام في إفريقيا، يعني كان نشوفوا الأرقام تاع اليوم، عندنا 135,000 إصابة، عندنا 39,000 حالة وفاة و56,540 حالة شفاء. يعني أرقام في إفريقيا اليوم ما راهيش الأرقام تاع أمريكا ولا أوروبا، ولكن خايفين، وحتى المنظمة العالمية للصحة أي خايفة يجيها الجائحة هذه وتأكل إفريق بلدان إفريقية وتكون إيمانس إبليمي. دونك على بها اليوم هذه الحملة التحسيسية نتاع إن فور أفريكا راهي باش توصل أصوات إفريقيا إلى العالم، باش يلتفتوا لهذه القارة، وباش اليوم لازم نكونوا كامل منضمين ومتحدين باش يعني نقولوا ستوب، نديروا حد لانتشار الكورونا. داكور حميدو، نعاودو نوليو ليه حميدو الفنان الجزائري المشهور والمحبوب، كيفاش تلقيت انت هذا الوباء كي جاك؟ يعني كي سمعنا بلي الوباء هذا راهو هنا ويعني ماهوش رايح يزول بسرعه، كيفاش تلقيت هذا المعلومه وكيفاش انت كفنان الفنان كيفاش كان رد فعلك؟ على كل حال أزمة الكوفيد 19 هذه أزمة هي باينة عالمية، يعني أثرت على كل سكان الكرة الأرضية، وبطبيعة الحال قاست الاقتصاد العالمي وضاح الدرجة الأولى وصحة البشرية كامل يعني. وإحنا كشخصيات يعني الفن تتيرا حتى إحنا توقفت يعني توقفت الأعمال تاعنا، ما يعني كل الأعمال اللي كنا راح نديرهم وكل المشاريع اللي كانوا عندنا توقفونا. بطبيعة الحال احنا انصدمنا بهذا الأزمة، ولكن الحياة أغلى من كل شيء يعني، ولهذا يعني تقبلنا هذا يعني هذا الحالة اللي رانا فيها تقبلناها وخديناها يعني بعين اعتبار بطبيعة الحال بالحجر الصحي هذا، وحنا نكرسوا وقتنا ونقوموا كفنانين وكناس معروفين نكرسوا وقتنا باش نقوموا باش نشاركوا في هذه العملية التحسيسية تاع الوقاية ضد الكوفيد 19، لأنه مرض خطير جدا ومعدي، وحنا كما قالت مقبلة مونيا حنا يعني في القارة الإفريقية من شمالها إلى جنوبها، إحنا عندنا هذاك التعانق والتصافح والتسالم، وعندنا يعني الروح العائلية لسبريت فامي، وعندنا ثاني روح الصداقة، إحنا نزور ونتسالم وربعة كما قلتي، وهذا يعني ما يساعدش يعني هذا ينقل المرض بس بطريقة سهلة. يمكن مثلا شخص واحد يكون في قاعة، احنا على بالك كيكونوا عراس وكيكونوا حفلات، ما تفيقيش روحك، ولكن انتيا تسلمي على ولا كاين يعني 200 معروض، تسلمي مينيموم يعني بالاقل تسلمي على 150 واحد، يعني ايماجيني يعني الانسان يدير في باله بلي واحد يدخل عنده الكوفيد 19 اوتوماتيكمون، يعني يقدر يعدي كيسلم على 150 حاضر، هذوك ال 150 خلاص طبيعة الحال كي يهضر معاهم برك يقول لهم واش راك لي بوستيون، هذوك اللي يخرجوا عن طريق الفم والاخر يستنشقهم عن طريق الانف، راهو يعني راهو قاسوا الكوفيد 19 طبيعة الحال يقدر يعدي 150، هادوك ال 150 يقدروا يعني 1000 واحد اخرين، وهادوك ال 1000
لهذا يعني الوقاية لازم تكون منظمة بشكل يعني بشكل صارم. حتى في البلدان تاعنا يعني الناس كيما يقولوا حكموا هاد الازمه هذه حكموها بطريقه هزليه وبطريقه بصح غير ما جاتش فيه باسكو الكونفينمون هذا يا الحجر الصحي اللي يعني في اللحظات الاولى تاعو في الايام الاولى تاعو كنا جايب لنا ربي كل واحد ويستنى الدور تاعو وقتاش يدوه للصبيط وقتاش يدوه للمستشفى وقتاش ينتبيوه وقتاش راح يموت لانه كل مرضنا يعني بسيكولوجيكمون يعني مرضنا كل ما واحد يعني يقيسوا بولان نتاع الاليرجي ولا ينوض يعطس وكذا يقول هاي جات او حكمني الكوفيد كنا يعني سكون ابل دي مالادي ماجينير لي بروميير سيمين كان غير واحد يضربه شويه يبدا يرعش يقول لك حكمني الفيروس يخاف اتسيتيرا الخوف هذاك من بعد الخوف بعد 15 يوم تنحى مسح مازال الخاطر ما إنسان ما يرد بهالو ما زال كاين الخاطر ولو أنه يعني بغاني نهضروا على القارة الإفريقية صح ما تقاسش خطر شهاد الكوفيد 19 نسيبورت با ما يحملش الشمس الإفريقية والحرارة حرارة الطقس اللي موجودة في إفريقيا ما يحملاش بصح ما ننسوش بلي القارة الإفريقية أصيبت بعدة أمراض أخرى وعدة فيروسات وبكتيريات اتسيترا أمثال HIV أمثال لي ديفيرونت غريب المالاريا الباليوديزم اتسيترا صح كان فيه بعض العلماء في الطب لي شيرشور لقاو يعني أدوية ولقاو حقن يعني دي فاكسان اتسيترا وقضوا على نوعا ما على هاد الفيروسات ولكن ما زال إن شاء الله أنا نقول لك أنا إنسان يعني راني ان شاء الله متفائل في الاشهر القليله القادمه يكون فيه يعني علاج يكون فيه دواء معالج ويكون فيه فاكسان ولو انه يعني كل اللي راهم يديروا اللي راهم في المخابر يحوسوا على هذا لونتيكو هذايا يعني راهم مستعجبين في هذا الكوفيد 19 كيش ما قدرولوش كاع العلم اللي قراوه وكاع الاخر صح هذا ولهذا يعني يروح كيفاش يروح بالحجر الصحي كوفيد واحد ما يعدي هذا واحد ما يدان يذهب عن طريق يعني اسهل طريقه هي نقعد في الدار خير من السبيطار كما نقول في غنيا ديالي صح حميد وكيسك ما انك تتكلم وتعطي في نصائح المتابعين لهذا اللقاء اللي راهم يشوفوا فيه اعطي لهم يعني كاين اللي مستهزاو كما قلت احنا عندنا صح اشخاص يستهزاو ومن بعد يخلصوها كبيره يعني شوفي مايا لو سامحتي انا يعني تكلمت مع ناس يعني خرجوا سالمين من الكوفيد 19 ولكن تكلمت مع شي ناس اللي جوزوا 15 بين 15 و20 يوم في المستشفى ومور هذوك 15 و20 يوم زادوا 15 يوم في الدار يعني ما نقدرش نقول لك كيفاش يحكيوا لي ويقولوا لي ردوا بالكم احنا ما حسبناها اون لابري يعني خديناها ما تجيش فينا ولكن لا تروحي للمستشفى يعني تشوفي من يعني كل 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 الطاقة الحية كل الأعمار كذلك ولكن بون صح هي تقيس بزاف اللي عندهم العمر كبيرة ربي يطول في عمرهم إن شاء الله يعني لي بيرسون زاجي الانسان المسنين هما اللي اثر فيهم كثير هذا الفيروس هذا الوباء هذا ولكن فيه بعض ثاني فيه دي جون فيه شباب اللي انقاسوا وانا عندي واحد صديق ليا مات بالكوفيد 19 حسن الله يرحمه ويسع عليه مات في باريس عندي صاحبي كذلك طبيب هو موسيقي يلعب في واسمه
معايا في الفرقة وهو هو رئيس قسم تاع الاستعجالي في مستشفى في فرنسا في سان موريس, هو دكتور دوغاك اللي هو كان اونتوبي منذ 12 يوم وهو في الانعاش يعني في, وكيفاش سلك يعني الحمد لله احنا كلنا دعينا له باش يسلك باسكو انسان نحبوه انسان مسعف كان يسعف الناس الشهوة قريب خلص بحياته حتى الزوجة تاعو طاحت مريضة يعني حالة يعني ما كما نقولوا في المثل احنا الشعبي تاعنا ما يحس بالجمرة غير اللي كواتو احنا نعبدو في اطار هذه الحمله التحسيسيه نتاع انفورافريكا اللي هي كما على بالكم باش نقول للمتتبعين هي حمله يعني قرويه يكون عندها بعد عالمي بما انه اليوم مع مواقع التواصل الاجتماعي كل موضوع كل حاجه عندها بعد عالمي بفضل الويب والانترنت اكيد. فاحنا حبينا نوصلوا اصواتنا اصوات افريقيا للعالم برعايه منظمه الوحده الافريقيه برعايه منظمه الصحه العالميه اللي راهي تحذر العالم من وفاه حتى 200 الف شخص في افريقيا جراء هذا الوباء. يعني كم هذه الرسالة التحسيسية التي تقوم بها حميد ولي قوموا بها كثير من الشخصيات من مختلف الميادين, العمليات التحسيسية يقوم بها الأطباء, يقوم بها وسائل الإعلام أكيد, لكن نشوفوا أن الاستجابة قليلة في بلدان جنوب القارة اللي عندهم أحيانا يستهزأوا بهذا لي كونسين دو سيكوريتي. فحبيت نرجع لمونيا لازالي ونسألها في رأيها كيفاش حتى كان قلوب لي راح يكون نظام عالمي جديد راهو كيتشكل الآن في هذا الوقت, او نظام عالمي جديد راهو يتشكل, نظام عالمي اقتصادي, نظام عالمي صحي بشري. فكيفاش راكم تتصوروا تطور افريقيا بعد زوال هذا الوباء؟ اسكو سافا ايتر بالك سؤال او اخير او بعد اخير, كيفاش راح نشوفوا يعني القاره كيف راح تتطور بعد زوال هذا الوباء؟ اسكو راح تستفاد من انتفاضه عالميه ومن ديناميكيه داخليه باش تتطور, ولا راح يعني تتنهلك يعني هلاك كبير؟ انا اعتقد ان في وجهه نظري اعتقد ان هذا الفيروس سيترك بصمته على الأجيال المقبلة, وخاصة التينيجر 15-20 سنة. احنا انا في عمري اكثر من 40 سنة اقول في 20 سنة عشت حاجة, وهما يقولوا انا في 20 سنة عشت في وقت الكوفيد. فأظن انهم اكثر وعي بأهمية الاحتياطات الصحية في الحياة اليومية. أنا أظن أن النظرة تاعنا اليومية للصحة وللنظافة لازم تتبدل في كل إفريقيا. أنا أود أن أتكلم على إفريقيا لا على الجزائر, لأنه إحنا كقارة لازم نكون بزاف متساندين. كاين حاجة لاحظتها, كنت ما تتكلمي على شبكات التواصل الاجتماعية, أنا شفت حاجة جميلة في هذا الكوفيد هو أنه الناس اشتغلوا بزاف بيديهم. الناس كيفاش نقول لك, الناس طوروا مهارات جديدة ربما لم يكونوا على علم بها, باللي عندهم هذيك الموهبة والبريكولاج والديزاين والديكوراسيون. كان الناس بدأوا يرسموا, يعني بزاف حاجة تاع الأشغال الحرفية واليدوية تطورت في هذا الوقت على الحجر الصحي. وأظن أنه هذا يعني حاجة مليحة. فطبعا من الناحية الاقتصادية لا نستطيع أن ننكر أنه سيكون تأثير, لكن 3-4-5 أشهر يعني ماشي حاجة كبيرة مقارنة بالمعاناة التي يعيشها الأفارقة
والتي تعيشها القارة الإفريقية وخاصة من الناحية الصحية. لازم الأشياء تتبدل وما لازمش نفقدوا الأمل الآن لمكافحة الكوفيد، ولازم لكن لازمنا على سوليداريتي، لازمنا نكونوا متحدين كإفريقيين أولا وقبل كل شيء. شكرا من يا حميدو. كيفاش تصور تطور القارة بعد زوال الكوفيد؟ واش لازم نديرو يعني بور مينيميزي؟ أولا صحيح أنا حين تخلصوا من هذا الوباء يعني، ولكن متى وبأي ثمن؟ هذوما يعني الأسئلة اللي نطرحوها. أنا نصيحتي هي احترام كل هذه قوانين الحجر الصحي والتوصيات هذوما والنصائح الوقاية. كما قلت لك أن الخطر مازال موجود، مازال ما خلاص، مازال ما تهنيناش منه، واللي راهم منضرين في القارة الإفريقية صحيح هما عايشين بالآمل نتاع يعني نتاع يتخلصوا من هذا المرض الخطير هذا، ومحتاجين اولا قبل كل شيء للعلاج ولدواء يعني دواء عاجل باش يعني يقضي بصفة نهائية ولو بصفة جذرية على هذا كورونا فيروس. واش حاب نقول لك بعد هذا يعني بعد هذا يعني كيفاش راني نشوف يعني انطلاق حياة جديدة؟ بصح واش يسودها الانسان يلزم يغير في الطبيعة ديالو، يغير في الطبيعة ديالو اللي ما كانش في خصني مثلا كان كاين شي ناس اللي كانوا ما يسمحي لي بكل احتراماتي، ولكن كاين بعض الناس اللي والله ما يغسل يديه قبل ما ياكل، ما يغسلش يديه قبل ما كاين يرقد، ينوض ما يغسلش الوجه تاعو. يعني باش نقول لك يعني بون ما نقدرش نقول لك نقص الماء ولا، ولكن من الفوق الناس تولي تحاذر وتولي تنظف. خاطر شوفي نظافه الاماكن ونظافه يعني نظافه اليدين ونظافه يعني الغسل لي بان ايتترا عدو نتاع كل جراثيم كل فيروس. يعني دوك يعني الناس هذوما في افريقيا يعودوا يفوك يعني ياخذوا بعين الاعتبار هذه الاوساخ وهذا الاخر. ما لازمش نخليو لي الدراري بابا حاشاك بالخنونه تسلو تستانس نمسحوها له باش ما يعديش مي سي لا فيريتي، ما يعديش طفل واحد اخر. لازم هاد الاولياء ولي بارون هادوما يعلموا ينظفوا خاطرش واش النظافه واش الماء حاجه رخيصه، الماء والصابون ما يعيش يعني حاجه. ما سيدي لي بي البلدان المتطوره واللي عندها يعني عندها الامكانيات والوسائل الماديه لازم تعاون الافارقه الاخرين. يعني يعني بلد غني يعاون البلدان الفقيره بيطو يوفر لهم يا لو كان وسائل النظافه كما كنت تقول الصابون ماشي حاجه غاليه، ولكن كاينين في بعض البلدان الافريقيه ما عندهمش طرف صابون باش يغسلوا به. هذه يعني ما احنا اليوم رانا نهضروا على الجال هيدرو الكوليزي ونهضروا على الاخر. بصح كاينين بعض بيسك رانا نهضروا على الافريق، كاين بعض البلدان الافريقيه ما عندهمش الماء ما عندهمش الصابون، يعني كما عندهمش الماء واش يدير بالصابون؟ هذا هو يعني. وثاني يتعلموا الناس هذه يعني هذا الشيء ما حتى احنا عندنا في بعض الاحياء وبعض المناطق الناس ما تنقيش، الناس ما ترفتش الاوساخ اللي دايرين بدارها. يروح يمشي على هذاك الوسخ ويعجز باش يرفدوه، يعجز باش ينقي قدام دارو، ويتكلم على الايمان وعلى النظافه. من الايمان واش من ايمانك تطبق فيه يا اخي؟ لازم تنقي قدام دارك وترفد الوسخ وتغسل الباب تاعك هذه يعني هذه سي دو سيفيزم لازم يكون.
ما لازمش نستناو مسكين هذاك اللي تعوج ظهره وهذاك اللي راه يرفد نستناوه هو يجي يرفد لنا. لا لا احنا لازم نقيو حومتنا، لازم نقيو لي زانتيريور دو نو زيموبل، يعني لي زيسكالي تاعنا نقوهم، نوصل ولادنا ما يوسخوش. انسان كيحبط باغ اكزومبل يحبط حاشاكم الزبل يحبطوه في شكاره هكذا ما يخليش يسيل على الدروج. احنا نشوفوها هاد ونشوفوا ونكملوا نعفسوا ونكملوا، وعندنا هذيك السياسه تاع هذاك اللي نقي جايح، وهذاك اللي ما نقيش كيما نقولوا بالعاميه تاعنا مارك. لا ما كاش منها، ما كنحتاج جياحة في هذا الحاجه. الجايح هو هذاك الخامج اللي يخمج كيما نقولوا اذن الناس لازم كيما يقولوا تتعلم تنقي قدامها، خطش كوا كيلو سوا له مالها. وتما ولد صغير تحلو لاسيسيت تاعو في القاعه، عندها ما رفد هذيك القرعه يا ناس، يعاود يديرها لداخل فمو يمرض الولد. وبعد نقولوا على شيء تنفخ رجلو، على شيء تنفخ راسو، وعلى شيء تنفخ له، وعلاش جاتو انتيمر هنايا مناش من هذا الشيء. صح حميدو، يعني فريمون راك فرحتنا كي كنت معنا وشاركت وانضميت لهذه الحمله ان فور افريكا. يا اخي انت ان فور افريكا، ان فيري ان اولويز ان مونيا. يعطيك الصحه حميدو. مونيا لازالي انت ثاني تراكي ان فور افريكا اولويز اند فور ايفر. يعطيك صحة مونيا، يعطيكم صحة انتم في زوج كي لبيتوا هذه الدعوة، انتم كفنانين وكشخصيات جزائرية فنية راكم ضميتوا لهذه الحفلة لهذه الحملة التحسيسية اللي هي انا كي قلت حفلة يعني ممكن نقولوا انه ريفيلاتور، ولكن هو مهرجان افريقي. يعني هو المهرجان بدا 25 ماي اللي كان هو في اليوم العالمي لإفريقيا للقارة الإفريقية، واللي راهو يدوم حتى 6 جوان. وعلى فكرة يعني نقول لكم بلي هاد المهرجان الإفريقي، هاد الحملة التحسيسية عندها صدى كبير، فراح تكمل دوم حتى لمي جوان إن شاء الله، وين راهم ينضموا لهاد الحملة كثير من الشخصيات الإفريقية وكثير من الأصوات الإفريقية باش نوصلوا صوتنا للعالم، وباش نديروا نعملوا حد لانتشار هذه الجائحة الكورونا. يعطيكم صحة، شكرا حميدو، شكرا مونيا لازالي. هم اللي ماسك اللي ما شافوش البرنامج اكيد راح يعاودوا يشوفوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تاع ان فور افريكا، وراه الماسك نحبوا بزاف. افريكان ماسك. يعطيك الصحة، شكرا، إلى اللقاء. السلامة، إلى اللقاء. السلامة.